ما هلأ رشا رح نروح لأولى محطاتنا، وبنعرف يعني هلأ فترة الانتقال من طبعاً الصيف لبداية المدارس أكيد بيكون في شوي صعوبة أحياناً على الأمهات باعتبار أنه الأطفال متعودين على فترة طويلة من الراحة واللعب وما إلى ذلك. فهي المرحلة الانتقالية كيف ممكن تكون هاي المرحلة سلسة شوي مثل ما بنقول؟ أكيد سلمى، يمكن هي معاناة مو بس للأهل، حتى الطفل اليوم أنه أنت عم تنقلي فورا من حالة لحالة تانية، يعني وخاصة وقت اللي بيكون أنت أول سنة لإله بالمدرسة، فبتلاقي في معاناة أكثر إله. يمكن حسب تجربة خاصة هو الاستعداد القبل، يعني طبعا كتير مهم بالقصة، يعني حتى توصلي أنت مهيئة هذا الطفل لهذا اليوم. صحيح، لهيك اليوم رح نحكي أكثر ضمن محطاتنا الصباحية مع الاختصاصية في التربية الخاصة ريم سعد عن الأساليب اللي لازم تتبع ضمن العائلة لمرحلة الانتقال وبداية المدارس. يسعد صباحك ريم، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد كل أوقاتكم. صباح الخير. اهلا وسهلا. سهلا بحضرتك. يمكن هلا بلشنا هيك انه 10 ايام بالمدرسه، حسنا هلا ما بتحسي انه نحن عن جد فتنا بالجو مثل كما يجب؟ صح. يعني في شويه قلق، الطفل ما يتقبل الماس، الجو ما يعجبه، ما عم يقدر ينام، هذه الحالات اللي عم ننقله من فيها بشكل كثير سريع. خلينا نحكي عن مفهوم القلق المدرسي، شو هو؟ اذا بنحكي على القلق المدرسي، اذا بنحكي بالشكل الطبيعي لاطفالنا اللي كانوا قاطعين بالصيف وهلا بدهم يرجعوا، فهو انه يمكن قلقهم بتوجه نحو المسؤوليه اللي رح يرجعوا يفوتوا فيها، الواجبات اللي حتتقدم للمدرسه، الساعات اللي رح يقضوها هناك، الوقت الطويل بالدرس بس يرجعوا على البيت. بتوقع انه هذا رح يكون شاغله للمراحل الكبيره. اذا قلنا القلق من انه لسه بدنا نعيد نفس الامور. هلا إذا بدنا نحكي للكبار، فنحن ممكن الأهل يبلشوا مثل ما حضرتك حكيتي، إنه من قبل نحن ما يدخل على المدرسة يكون بقى في شوية تهيئة للطالب تماما، على القليل إنه يقعد فترات ولو متباعدة وهو قاعد عم ينجز مهمة، ممكن يقرأ قصة، ممكن يقرأ كتاب، ممكن نعطيه مثلا قصيدة طلع منها كلمات معينة، طلع منها أحرف معينة، يعني بلش نهيئه لأنه قبل اي شيء يقعد، مو انه والله تحصيل اكاديمي، لا، انه يتعود على القعده، لانه الصيف مثل ما بتعرفي الاطفال بحركه دائمه. صحيح. بانشطه دائمه حتى لو كانت داخل البيت، هن دائما عم يكونوا متفاعلين وكانه ما عاد في مدرسه نهائيا بعد هذا الصيف. صحيح. دائما مجرد ما يعني خلصت المدرسه لحديت ما يجوا لبدايه المدرسه بضل هذا تبع انه يلا بقيان يوم خلينا ناخذ راحتنا فيه بقيان، فهي الصعوبه تبع انت عم تقولي انه نحن لازم نمهد قبل بوقت. تمام نرجع، يمكن في تصرفات كثير للتمهيد، يعني مو بس النوم، هي شغله كثير صعبه بنعرف. هلا صح السهر ومع كمان انقطاع الكهرباء والشوف، فما فيك كثير تتحكمي بانه تضغطي عليهم يناموا، هي كيف بدهم يعملوها؟ واللي عنده نشاطات كمان هل بتساعده هي الشغله انه بيكون اسهل؟ انه يرجع للمدرسه او تماما اللي تمام. بيكون مسجل بنشاطات ملتزم بشيء معين باوقات تمام. هلا يعني حتى نكون كثير واقعيين، يعني الاطفال وحتى الكبار حتى بالجامعات دائما العوده الى العام الدراسي هي مشقه ما أنا سهلة عليهم، تعودنا للأطفال بالأخص لمشكلة النوم، وإذا ملاحظين إحنا هلأ قاعدين لسه بالطقس الصيفي، يعني الصيفي ما في اعتدال لسه حتى بدرجات الحرارة. صحيح. الحرارة كتير عالية، قدر الإمكان أنا عندي مسافة بعد الظهر أطفالي، إذا بدي أحكي أطفال أنا ينام مثلا بكير ليقدر يصحى مع مدرسته، فلازم يبذل مجهود بدني شديد. يعني كيف شديد؟ يعني مثلا يمشي ساعة اروح انا وياه على، في عندنا كثير اماكن للعب الاطفال بالصالات الرياضيه وهي مجانيه للحقيقه، في ناخذ معنا طابه، ناخذ معنا اي شيء، وسائل بسكليت تبع الصغير، يبذل طاقه كثير كبيره، وانا احاول الهيه بانه ما ينام الظهر ولو نص ساعه ساعه، وبالليل اكيد ما راح يعذبني لحتى انه هو ينام. اذا انا عملت له حمام شبه دافي، حطيت هدوء بالبيت، طبعا ممنوع الاجهزه الذكيه قبل ما ينام حتى ما نشط القشرة الدماغية عندهم، لأنه أنا إذا قلت له إيه تسطح وفيك تاخذ التاب أو فيك تاخذ الموبايل تبعي وتتسلى فيه لبين ما تخفى، لا، أنا كأنه عطيته شيء نشطه، كأنه أنا عملت له كاسة قهوة، قلت له لا قد ما بدك سهر وعود.
فما رح يمشي الحال، بدها تكون هي اكيد اكيد ممنوعه منعا باتا. تضحك لانه شكلها بتعمل هيك، شكلها بتعمل هيك مع الاولاد. لانه لسه ما انا عم اقول لك انه هاي الانتقال، انه انا شوي يعني ما بدي فوت غريب بمود انه هات الموبايل، هن متعودين انه يناموا يكون يتفرجوا على شيء معين يعني، فضلت هاي العاده فما عم يقبلوا يناموا. هي اسوء عاده انه هن اللي تعودوا انه ما يناموا الا معهم شيء معين. طيب. هو بيقدموا تنازل للأهل إنه نحن مننام بس بشرط إنه يكون الجهاز معنا، فالأم لأنه بدايهم إيه عن جد يناموا، فإنه إيه بس هنا ما حيناموا، هنا نحن حننشط أكثر القشرة الدماغية، وحتى إذا ناموا فحيناموا مو مرتاحين، حيفيقوا مكسرين الصبح، الدماغ مرتاح ما فات بالنوم يعني. اللي هو مريح حتلاقيهم عم تحركوا كتير هنا ونايمين، ممكن يشوفوا منامات، ممكن يحكوا، هذا معناته الدماغ ما له مرتاح. فلا الافضل طبعا للاهل يبلشوا يسحبوا هذا الجهاز الذكي من ايدي الاطفال اذا هن بدهم يكونوا مرتاحين بالدوام ثاني يوم بالمدرسه. طيب هلا حكينا نحن هدول الاساسات نحن مفروض نبلش فيهم كرمال نهيئ هذا الطفل، ولكن دائما التحفيز قد ايه مهم اليوم تحفزي هذا الطفل انه احنا جايين على مدرسه، اليوم انت حتكون شاطر، حتكون واو الى اخره، في اليوم اساليب الاهل لازم يتبعوها بموضوع التحفيز ليجي هذا الطفل وعنده هي الطاقه الحلوه لاستقبال المدرسه؟ هلا طبعا من فرحه الاهل بانه الطفل رح يدخل المدرسه فهن بينشروا الفرح بكل البيت، كونه انه هن حيرجعوا على الروتين القديم تبع المدرسه، حيوعوا شوي لامور البيت لامورهم الشخصيه، في اهل عندهم اشغال عندهم واحد اثنين ثلاثه، طبعا كله بيحفز بالامور الماديه تماما، يعني مثلا احنا حنجيب كتب، حنجيب اقلام، حنجيب دفاتر، من كل هاي التفاصيل. وفي عنا التشجيع المعنوي، يعني نحن من قبل ما فوت على المدرسه فينا نورجي، اذا بدنا نحكي على التاب مثلا او على الاشياء الذكيه، نورجي المدرسه الصفوف. هلا اغلب المدارس بتنشر انه هي كيف بتكون الصفوف، التعليم، بنحط برامج تعليميه، بحط ابني يحضر مثلا الوثائقي على التلفزيون، في وثائقيات كثير حلوه وكثير مرتبه، انه ها شفت هذا مثلا كان درس هيك مثلك، عمل هيك، سوى هيك، يعني شوف الولد شو بيحب، شو الميول تبعه، نمي حلم عنده اليوم من دون ما نحسسه انه انت مغصوب لتتجه باتجاه معين، لا شوف وقت الواحد يحصل قد ايه بيطلع الانجاز تبعه حلو، قد ايش بيقدر يفوت يسافر يعمل اشياء مهمه. فشوي شوي هي الحقيقه، ومن اول ما يبلش طفلنا يفوت على المدرسه منبلش نحن نزرعها فيه حيكون شيء ظريف، شيء سلس يعني. طيب ريم، يعني كمان في احيانا تصرفات بتكون تعتبر اخطاء بيرتكبها الاهل من غير ما يحسوا، مثل ما حضرتك قلتي احد الامثله انه بيعطون شيء مشان يناموا فبيتعودوا عليه، كمان في تصرفات ثانيه اذا فينا ننوه عنها مشان الناس تنتبه عليها. تماما. هلا اذا حكينا نحن بدنا نريح القشره الدماغيه معناتها كل شيء التلفزيونات موبايلات ممنوع قبل النوم، فينا نحكي قصص، وكثير مهم قدر الامكان اذا فينا نعمل حمام للاطفال شبه دافي، يعني ما بدنا يكون بارد ولا سخن، لا شبه دافي ليساعد على الاسترخاء، كثير حلو الاسترخاء. اذا عندي اطفال صغار وهن قلقانين من دخول الروضه لاول مره او الانفصال عن الام، فيني اعملهم مثل المساجات او الضغط على اجزاء الجسم بطريقه لعبه ما، فهي كمان بتساعد على الاسترخاء. يعني نحط ببالنا اي تمرين اي شيء بيساعد على الاسترخاء اذا بنعمله مع الاطفال فهن حتهدى الاعصاب، حتهدى الجمله العصبيه، حتهدى تبعهم، حيكونوا مستقرين اكثر ليفوتوا بالنوم يكونوا مرتاحين ثاني يوم. وشغله مهمه هي كل شيء محفزات، يعني مثلا محفزات طاقه، يعني الحلويات، السكريات، المشروبات، حتى لو مثلا في امهات بيقولوا انا جبت عصير طبيعي بس هو المغلف، هذه المواد الحافظه كمان في عندنا مشكله فيها على القشره الدماغيه، كمان بتنشطها بتزيدها تحفيز. السكريات اللي فيها كثر من الاكلات او المشروبات انه اللي بتخلي الطفل رايق، يعني خيار، خسب، يعني بندوره لا ممنوع تماما، كل شيء القصص اللي بتخلي الولد عنده هدوء، عنده انه قدر الامكان ساعده لانه يقدر يكون هادي، وبلش خفف له الانشطه اللي بتحفز النشاط، يعني النط نط انه معلش مثلا ممكن الام تقول انه إيه اذا خليته شوي يركض زياده او ينط على الفرشات او فحتخف الطاقه، لا حازل من ورا احنا بالعكس كانه عم نشحن الطاقه من اول وجديد وقت نعمل بهيك تصرفات. صحيح. الاحسن نقرا قصه، نقرا قصه قبل ما يناموا ونحكي معهم شوي شوي الطفل حينام، والمجهود البدني اللي عاملينه معه صباحا او بعد الظهر
كثير حيساعدنا كمان بهذا التفصيل. كثير مهم اليوم ريم تنظيم وقت النوم. احيانا الاطفال بيجوا من المدرسه تعبانين، فالام عاطفتها يعني انه ريح شوي، بينام ساعه بينزع برنامجه كله، ففي معاناه المساء بتكون بالنوم. صح. يعني خلينا نحكي عن التشبيك بين الام وبين الاهل وبين المدرسه. يعني اليوم خاصه وقت بيكون يعني طفل اول سنه بدخوله الى المدرسه، بتحسي اليوم الاول هو اليوم يا الطفل بيحب يا اما ما بيحب، يعني انه انا فتت على هذا خصوصا في الاول الروضه، يعني كثير مهم اليوم يحب الاول اليوم الاول، يا بيرجع بيقول لك انا حبيت الناس انا حبيت رفقاتي، يا اما بتصير حاله انه رفض. وانا صارت معي يعني بالسنه اللي جيتو انا يعني رفضت تماما الجو يعني ما قدرت. فاليوم شو المفروض الام يعني تبلش مع الكادر التدريسي او كيف العلاقه المفروض تكون؟ الحقيقه انا يعني انا إذا أنا بدي أحكي من منظوري كأم، أنا مفروض يكون عندي دراية بالمكان اللي رح أحط فيه الولد أو رح أحط فيه بنتي. كيف يعني؟ كثير مهم يكون الكادر اللي جوا لطيف، ولو بالسنوات الأولى للطفل لطيف جدا، مراعي جدا، في عنده قدر من يعني المعرفة من المسؤولية بأنه أنا طفل جديد. مو صح إني يعني في كثير مدارس مع احترامنا للكل بتتبع أسلوب إنه ممنوع الأهل يفوتوا مع الطفل على الصف او بيسلموه من على الباب وبيحملوا حق. طب انا طفلي هو ما بيعرف حدا او بيشوف ناس اول مره، ووالدته ممنوعه، يعني والدته اللي هي رمز القوه تبعه والسند صحيح، انفرض علي انه انت ممنوع. فانا وقعت الطفل بقلق غير مفسر، بيقولوا لك خلص تركين احنا متعودين بس تطلع من وجهه. طب يعني بس هو ما هو متعود، انتم متعودين نحن متعودين بس هو ما هو متعود انه ينترك هيك قاعد ما بيعرف شو يعمل. ابدا مو صح بالتجارب الاولى انه الاهل ما يفوتوا مع الولد. كثير مهم الولد يشوفهم، يشوف انه ماما بتعرف المعلمه وحكيت معها، ممكن ضحكت معها قعدت شوي، بيامن ماما مرتاحه لهذا الشخص فمعناته مريح فانا برتاح معه لهذا الشخص. حيعذب شوي يبكي شوي بس بالمجمل خلفيه الارض هي ما انا قلق، هي بس انه انا بعدت عن ماما. اما اترك وروح يعني بعمل شرخ بنفسية الطفل. بس هي يعني خلينا نقول أسلوب متعودين عليه عشان هيك قلنا يعني عشان هيك راما بيصير في مشاكل وبيصير في من عند الطفل هو صغير هاي كرهه للمدارس. يعني قضيتها بالبيت ورفضت يعني من الحضانة مبارك. إذا صار هذا الشيء بلش رح يضل معه لكل صح. نلاحظ كل ما بده يبلش بشيء جديد حتى لو على كبار، عمل جديد دراسة جديدة، حيكون في قلق وتوتر بس هو ما بيعرف ليه غير مبرر لأنه ما تخطى المرة. تماما طيب إضافة تماماً. لهيك ريم خلينا نحكي شوي كمان اليوم بعيدا عن الصفوف الأولى الانتقالية. نحن بنعرف كل سنة من سنة أحيانا ممكن بيتي يتغير فيضطروا الأهل يغيروا مدرسة حتى وفي ناس بتقول لا أنا بدي حافظ ولو المشوار بعيد على المدرسة اللي فيها أولادي لأنه تعلموا على رفقاتهم وما إلى ذلك. تمام. كمان هاي الانتقالات الصغيرة أحيانا بيكون لها تأثير ببداية العام. تمام. لأنه ليش نحن إذا إحنا بدنا نعول عن القلق اللي عند الأطفال أي شيء جديد أو شيء كسرنا نحن الروتين تماما اللي متعودين عليه كبار أو صغار منحس بهذا القلق. دائما اللي بيكسر القلق هو انا المعرفه المسبقه عن الشيء، انه نحن مثلا اذا بدنا نغير بيت. طبعا هلا كثير في اشخاص واسر هن اجار طبعا بسبب الاوضاع اللي صارت، في كثير مثلا مضطرين كل فتره انه ينقلوا على بيت. يعني انا فيني قبل شهر ونص انه نحن هذا البيت رح نعطيه لاصحابه لانه ممكن بدنا ننتقل على منطقه اقرب، بيت يكون اكبر يلي هو. بس انا دائما كل يوم بذكر ولد انه نحن حننتقل ونحن مبسوطين، ما نحن مهمومين وزعلانين. احيانا يعني تصرفاتنا وما بلوم طبعا الاهل، في ضغوط كبيره على الاهل، بس قدر الامكان انه حسسه انه انت بامان، انت كل شيء متغير بحياتنا بس نحن ثابتين. صحيح. يعني الاسره ثابته حتى لو تغير اي شيء بالحياه، مدرسه عيله مدرسه بيت مكان شارع يلي هو. هذا كثير مهم بس يكون الطفل حاسس انه اهل ثابتين فخلص ما في مشكله باي تغيير. طيب ريم خلينا نحكي عن جزئيه كثير مهمه بحياه كل حدا فينا وخاصه اليوم الاطفال، الاصدقاء هم جزء من شخصيتهم يعني بيتاثروا فيهم وبيأثروا فيهم، ولكن بايام المدرسه اليوم فتنا بنظام جديد، نحن شلون قادرين نتعامل مع هي الجزئيه؟ يعني في امهات بتقول لا الصيف خلص ترجعوا بتلعبوا او يعني بدها تقطع هي العلاقه، هل هذا الشيء صح يعني؟
إذا ما كانوا الأطفال مع الطفل بنفس المدرسة ليش بدي أفصل عن واقع اجتماعي يعني كرمال إنه بس يقضي ساعات أكبر بالدرس يعني ما بدنا نحكي طبعا عن نظام التعليم بس أنا مثلا إذا طفلي قدر يكتب حرف ما أو كلمة ما من أول مرة تاني مرة بشكل صحيح ومظبوط ما في داعي أنا يكتب كل الصفحة نفس الحرف أو الكلمة أنا اختصرت وقت والولد حتى للذاكرة كثرة الإعادة للذاكرة هي بتخليها تنسى ما بتخليها تتثبت إنه منعيد 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 لا أنا أخذت ابني عرف الشيء اللي لازم يحصله أكاديميا ما عاد في داعي ثانيا شيء البيئة الاجتماعية اللي متعودة عليها بكل الصيف اللي بدي يحرمه منها أو على القليلة خفف تدريجيا يعني بدال الساعتين ساعة ونص بعدين ساعة بس خلي دائما حافز ايه تماما لازم يعني حافز للطفل اطفالنا اليوم ما كثير عم يقدروا يكونوا باماكن ترفيهيه باماكن يقدروا يفرغوا فيها طاقات صح بتفرض علينا الاماكن بعيده ظروف مواصلات كثير تفاصيل فاضعف الايمان انه يعني مجموعه الاصدقاء او الرفقه اللي هن متعودين على بعضهم نترك له اياها بس ليكون مرتاح أكيد يعني معلومات كثير ونصائح قدمت لنا إياها أستاذة ريم شكرا لوجودك معنا شكرا لكم شكرا وعام دراسي سعيد جدا إن شاء الله عم بدرس بضغط هالمنهاج مشكلة يعني هذا حديث آخر ستريم شكرا لحضورك ويومك أهلا وسهلا هلا